لم يهتفوا إلا للوطن، ففي سبيله ضحى الكثير منهم بأرواحهم وسكبوا دماءهم ليرتوي ترابه الطاهر وتستعاد الدولة من الميليشيا الحوثية الكهنوتية. أوائل أيام الشهر الأول من العام 2018 نتفاعل وننوي ونعزم على أن يكون عامنا عاما حاسما كما هو اسمه عام الحسم. نشد الهمم قيادة وضباطا وأفرادا إلى أن نحقق هذا الشعار تحقيقا كاملا. نحن وجميع زملائنا في الجيش الوطني في اليمن بشكل عام. أبطال الجيش الوطني في اللواء 203 يدشنون عامهم التدريبي الجديد، والذي يشمل التدريب على كل أنواع الأسلحة إلى جانب التعريف بكل القوانين العسكرية، ليلتحقوا بإخوانهم في جبهات الشرف والبطولة. يدشن اللواء 203 المرحلة الأولى للعام التدريبي 2018، والذي تسعى قيادة اللواء والضباط وصف أفراد اللواء على تدشين هذه المرحلة وعلى الارتقاء بمستوى الأفراد وتدريبهم على معظم القطع الموجودة والمتاحة لدينا من أجل تهيئتهم وتعزيز الجبهات من أجل حسم الموقف والوصول إلى صنعاء وإلى ذمار وإلى بقية مناطق اليمن التي ترضخ تحت الكابوس المظلم. قيادة الجيش الوطني تسعى إلى إعداد جيش مبني على أسس وطنية يحمل مهامه العسكرية في حماية الأرض والعرض والوطن، ويكون ولاؤه لله ثم للوطن. عام تدريبي جديد مع عام حسم يبشر باقتراب النصر والقضاء على الميليشيات الحوثية واستعادة الدولة لكل اليمنيين. خليل مليكي، قناة سهيل، من مقر اللواء 203 بمحافظة مأرب.